لماذا يعتبر كراوش لاعباً محبوباً جداً في الجزائر؟ في كل مرة يعود فيها الحديث حول نصر الدين كراوش، يظهر جلياً بأن الدولي السابق يملك سمعة طيبة جداً في الجزائر. لذلك قررت أن أروي قصة هذا اللاعب والتي ربما لا يعرف الكثيرون تفاصيلها الدقيقة. كراوش من مواليد 27 أوت 79 بمدينة تيونفيل على الحدود بين فرنسا ولوكسمبورغ، حيث التحق بمركز تكوين نادي ميتس منذ سنة 94 وصولاً إلى الفريق الأول سنة 98، ولعب أول لقاء له مع الفريق الأول في ستراسبورغ بعد بلوغه 19 عاماً بأيام قليلة فقط في إطار الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. مشواره الكروي بدأ مع ميتس في الموسم الموالي لاحتلال الفريق وصافة الدوري الفرنسي، حيث كان النادي قريباً من التتويج باللقب موسم 97-98. ليتم ترقية كراوش في الموسم الموالي ويظفر بعقد احترافي، حيث لعب في المجموع 12 مباراة بين الدوري، الكأس، كأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي. ومع نهاية موسم 98-99 الذي كان موسمه الأول في الاحتراف، انطلقت مسيرة جديدة للاعب. فكراوش التحق بالمنتخب الجزائري لأول مرة وشارك يوم 6 جوان 99 في مباراة تونس خارج الديار في إطار تصفيات كأس إفريقيا، وهو يبلغ وقتها 19 عاماً و9 أشهر و10 أيام. وبعد أيام من مشاركته مع المنتخب الأول، تم الاستنجاد بكراوش يوم 13 جوان للعب مع منتخب الآمال الذي واجه كوديفوار في تصفيات الألعاب الأولمبية في مباراة استضافها ملعب العقيد شابو بمدينة عنابة. لكن قبل أن يأتي للعب مع الجزائر في صيف 99، حدثت أشياء كان لها تأثير مباشر على مسيرته الكروية. فكراوش تلقى دعوة المنتخب الفرنسي للآمال من أجل المشاركة في دورة تولون في جوان 99، لكنه رفض الدعوة بعدما قدم كلمة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كراوش تواجد وقتها ضمن خيارات المدرب رايمون دومينيك للعب مع آمال فرنسا، بعدما كشف عن وجه جيد في بداياته مع ناديه، ورفضه لم يكن مطروحاً على الإطلاق، بعدما لعب قبل ذلك لفرنسا مع صنفي أقل من 17 و18 على التوالي. لكنه فاجأ الجميع ورفض فكرة اللعب مع الدياكة، عكس كمال مريم وسمير بلوفة اللذان شاركا في دورة تولون. في سنة 99 لم تكن المعطيات مثل ما هي عليه حالياً، لأن اللعب في مباراة رسمية مع الفئات الشبانية لبلد ما آنذاك سيحرمك تلقائياً من اللعب لمنتخب آخر، مثل ما حدث فعلاً مع عبد الناصر واضح والذي كان سيلعب للجزائر سنة 2000 قبل أن يصطدم برفض الفيفا لأنه مثل المنتخب الفرنسي في الفئات الشبانية. ذلك ما يجعل قرار كراوش ذو قيمة مختلفة تماماً، فاللاعب كان أمام حتمية الاختيار بين الجزائر وفرنسا، فاختار اللعب مع بلده الأصلي دون تردد كبير، ليكون أول من يلتحق بالمنتخب بين بعض مواطنيه الذين كانوا ينشطون آنذاك في الدرجة الأولى الفرنسية على غرار علي بن عربية ويزيد منصوري ومهدي منيري ومجيد أجاود وجمال بلماضي وكذلك إبراهيم حمداني. ورغم إدراكه بأن ما قام به وقتها كان استثنائياً بالنسبة للاعب في جيله، إلا أن كراوش لم يستغل ذلك ولم يزايد أبداً بالوطنية، بل كان صريحاً إلى أبعد الحدود عندما تحدث حول أسباب قدومه إلى الجزائر ورفض فكرة اللعب مع منتخب آمال فرنسا. فكراوش صرح لمجلة بلجيكية سنة 2002 قائلاً:
لم يكن الخيار عاطفياً فقط بل رياضياً أيضاً، فحتى إن كنت قادراً على اللعب مع آمال فرنسا فإن الهدف سيظل دائماً الوصول للمنتخب الأول. لكن لم يكن بإمكاني منافسة النجوم الفرنسيين المتواجدين في مختلف الدوريات الأوروبية الكبيرة. ومنذ مشاركته مع ميتس يوم 22 ماي 1999، أي قبل أيام عن التحاقه بالمنتخب الجزائري، لم يلعب كراوش من جديد بقميص النادي الفرنسي، وعاد إلى الفريق الرديف مطلع الموسم الموالي قبل أن يغادر نحو لاغونتواز وانضم إلى النادي البلجيكي مباشرة بعد مشاركته في كأس إفريقيا 2000. في بلجيكا تحول إلى لاعب وسط بعدما نشأ كمهاجم في ميتس، وكان هدافاً متميزاً في الفئات الشبانية للنادي الفرنسي، حيث لعب أول لقاء له بألوان لاغونتواز في الشهر الرابع من عام 2000، لكن النهاية كانت سيئة جداً، والمنتخب الجزائري له علاقة في ذلك. فبعدما شارك في نسختين على التوالي في كأس إفريقيا، جاء الدور على كأس إفريقيا عام 2004 بتونس، وكالعادة البطولة تلعب في منتصف الموسم، لذلك طلب النادي البلجيكي من كراوش عدم الذهاب، لكن اللاعب أصر على تلبية الدعوة وخسر معها مكانته مع الفريق، لأن إدارة لاغونتواز فسخت عقد اللاعب الجزائري من طرف واحد، تماماً مثل ما حدث لزميله يزيد منصوري مع نادي كوفنتري الإنجليزي. كراوش الذي كان هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب كأس إفريقيا مع الجزائر، كان يستحيل عليه أن يرفض دعوة تأتيه من الجزائر من أجل المشاركة في هذه البطولة والتي شارك فيها 3 مرات متتالية، ليضحي بعقده مع لاغونتواز وظل دون فريق طيلة 8 أشهر كاملة إلى غاية انضمامه لنادي شارلوروا. وبعد كأس إفريقيا عام 2004 غاب كراوش لفترة طويلة قبل أن يعود منتصف 2005 ليشارك في 4 مباريات، ثم انتهت مغامرته الدولية في الجابون يوم 8 أكتوبر في نفس العام، وهو لا يتجاوز وقتها حاجز 26 عاماً. مسيرة دولية لعب خلالها 38 مباراة وسجل 3 أهداف بجانب مشاركته في 3 كؤوس إفريقية. بعد مغادرته شارلوروا عام 2006 كتبت نهاية مسيرته الكروية تقريباً، إذ ظل دون فريق، ثم التحق بنادي كوبلانز في ألمانيا، لكن لم يلعب معه أي لقاء وفسخ عقده سريعاً. كراوش كان يعاني كثيراً من زيادة الوزن، وتجاوز أحياناً 100 كيلوغرام، كما أن سلوكه خارج الميدان كان له دور كبير في تحطيم مشواره. وفي عام 2008 تعرض اللاعب الجزائري إلى حادث خطير بعدما دهسته سيارة تقودها امرأة في مدينة ميتس، ليبقى على إثرها يوماً كاملاً في العناية المركزة. ورغم نجاته من موت وشيك وقتها، إلا أنه لم يلعب بعد ذلك أبداً، رغم قيامه ببعض المحاولات من أجل العودة، وبينها محاولة اللعب مع ناد جزائري بطلب من المدرب رابح سعدان قبل موعد كأس العالم 2010. كراوش هو ابن مهاجر كان بطلاً سابقاً في رياضة الجودو في الجزائر، افتتح مقهى في بلجيكا منذ سنوات وابتعد عن محيط كرة القدم، لكنه يبقى فخوراً بحمل ألوان المنتخب الجزائري وجعل عائلته فخورة به. اختيار المنتخب الجزائري مبكراً والقدوم دون تفكير مع رفض استدعاء فرنسا هو ما يجعل اليوم كراوش محبوباً جداً في الجزائر، لأن مسيرته على الصعيد الرياضي لم تكن بارزة كثيراً، ولو أن ذلك مفهوم أيضاً لأن الفترة التي حمل فيها قميص المنتخب كانت معقدة جداً، وليس هو اللاعب الوحيد الذي لم يبرز آنذاك.